الشكر موصول للإعلامي القدير كابتن سيف زاهر ونجوم التحليل الكبار كابتن وليد صلاح الدين، كابتن أحمد حسام ميدو، والكابتن محمد فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي ومتابعي قنوات أون تايم سبورتس، كل العيون علينا الليلة، كل العيون على الدوري المصري الممتاز، على دوري نايل، وبالتحديد استاد الدفاع الجوي، استاد 30 يونيو. ومن المرات القليلة هي مباراة في نهائي الدوري. تقول لي ده دوري، اقول لك اه، لكن هي مباراة وكأنها مباراة كأس، نهائي الكأس، ولكن النهاردة هي مباراة نهائي الدوري المصري الممتاز ما بين اصحاب المقدمة بيراميدز ب 28 مباراة 68 نقطة، والاهلي ب 25 مباراة 63 نقطة. مين النهاردة يقص الشريط؟ مين النهاردة ممكن يتوج ويسهل على نفسه المهمة في المباريات القادمة؟ صاحب الأرض نادي بيراميدز ولا الضيف النهاردة اللي مش سهل تماما هو النادي الأهلي في وسط جمهوره في ملعب الدفاع الجوي؟ سلام الوطني لجمهورية مصر العربية.